مساء الخير مشاهدينا الكرام، كل سنة وحضراتكم بألف خير، كل سنة وإحنا طيبين وإحنا سالمين. هابي نيو يير. بتمنى 2021 تكون مختلفة، بتمنى 2021 نفضل نحلم ونقدر نحقق الحلم. الحقيقة أنا محظوظة جداً إن أنا مع حضراتكم في يوم زي ده من أحلى مكان في مصر، بوعد حضراتكم بحفل حقيقي استثنائي، احتفالية مصر 2021. الحقيقة النهاردة مليان مفاجآت كتيرة، واحدة من المفاجآت هنشوف عرض للألعاب النارية، ولكن هو مش أي عرض، هو عرض استثنائي، أكبر عرض للألعاب النارية واللايت شو في تاريخ مصر. حبينا في يوم زي ده نحتفل مع حضراتكم بشكل مختلف، وأكيد عرض زي ده هيحط مصر في مكان مختلف وسط الدول اللي بتحتفل كل سنة بأهم شوز في العالم. الحقيقة حفل النهاردة مش هيقتصر على الفاير ووركس، ولكن كمان هيبقى معانا اتنين من أهم نجوم وأكبر نجوم الوطن العربي، نتمنى إنها تكون هدية سعيدة على حضراتكم في يوم زي ده. هيختم حفل النهاردة نجم جيل تامر حسني، ولكن دلوقتي معانا النجمة اللبنانية. الحقيقة لقبت بكتير من الألقاب، وقدرت منذ انطلاقتها ان هي تدخل قلوب كل جمهور الوطن العربي. صنفت انها النجمة العربية الأشهر في العالم. يسعدنا ان احنا ننهي 2020 ونستقبل 2021 مع النجمة اللبنانية نانسي عجرم.